اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. ووزاره الصحه النهارده، وده الخبر الاحدث اللي واخد مساحه كبيره جدا حتى على مستوى الاعلام الغربي، استقبال مصر لاول مجموعه من الاشقاء الفلسطينيين المصابين في احداث غزه من خلال معبر رفح. خلينا نعرف اخر التفاصيل، كم واحد دخلوا المستشفيات، ايه الحالات. خليني ارحب بدكتور حسام عبد الغفار، متحدث باسم وزاره الصحه. دكتور حسام معنا؟ طيب هنحاول نتواصل مع دكتور حسام، لانه زي ما بقول لحضراتكم ده الحدث الاهم وده الحدث الاكبر. كل الاخبار العالميه بتتكلم عن دخول المصابين للعلاج في مصر، بنتكلم على حالتها سيئة جدا، بنتكلم على وضع مأساوي زي ما حضراتكم متابعين في غزة من قبل العدو الصهيوني. طيب لغاية ما نتواصل مع دكتور حسام، بتزداد المجازر والعدوان الإسرائيلي على أهالينا في غزة بيزداد طول الوقت. خلينا نعرف تفاصيل كده، وخليني ارحب بسياده اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور، اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. ممكن نعرف لغايه اللحظه دي التطورات اللي بتحصل من العدو، من مجازر تجاه اهالينا في غزه؟ الو؟ أيوة أنا سامع حضرتك، اتفضل. ما أنا سامع حضرتك. شوف حضرتك، أقول لحضرتك حاجة. عندنا مثل بلدي بيقول إيه؟ إن صدر عيب من أهل العيب ما يبقاش عيب. ما يبقاش عيب. لو إحنا بصينا في أسفار في سفر يوشع بن نون، في أسفار العد القديم، هتلاقيه يوشع بن نون هو اللي بدأ عملية المجازر والوحشية اللي زرعها في بني إسرائيل واليهود نفسهم. ده حرق مدينة اسمها عاي بعد ما انتصر عليها، حرق أهلها 10,000 بني آدم ببهايمهم بحاجتهم كلها في أرض زراعية، وكان بيلف حواليهم ويقول حتى ينتشر ربي براحة شواء النصر، وده موجود في سفر كتابه. بيقول إيه تاني يا فندم معلش؟ حتى ينتشر ربي براحة شواء النصر. شوفي العقلية، العقلية شكلها إيه؟ أيوه خدت بحضرتك. طيب النهاردة لما ده العقيده الدينيه عندهم كده، يبقى هو اللي بيعمله في غزه ده قليل. يعني هو بيطبق عقيدته الدينيه فيما يحدث في غزه. طبعا، امال ايه؟ مساله طبعا سياسية. وهو كمان عشان نبقى عارفين برضه ان غزه بالنسبه له مش مطلوبه عنده في حاجه، لانها خارج خريطه الملك داوود. واللي خارج خريطه الملك داوود اداها لهم، دليل على كده ان اداها لهم الشارون سنة 2003 بدون مقابل. أيوه. لأن هما مش عايزينها. لكن أيوه. هو لما حماس بتضغط عليهم من خلال عشان تنتقم موضوع الأقصى واللي بيحصل للفلسطينيين. أيوه. هما بيردوا عليه. هما بيردوا عليه بعدين يمسحوا من الوجود. فبيعملوا اللي هما عملوه ده بمنتهى البشاعة والقسوة. لكن برضو المقاتلين بتوع حماس قدروا يعملوا فيهم كثير كبيرة. وهم حاجبين الاخبار بتاعه اللي هو جبعان بتاعهم ده، اللي هو ذات القدرات الخاصه. ايوه ده عندهم ما يقرب من حوالي 70 او 80 قتيل من هذا اللواء غير المقصور دلوقتي، بس هم ما بيذاعوش الكلام ده. عندهم كم يا فندم؟ عندهم خسائر قد ايه؟ 6 لواء؟ اكتر من 70 واحد. اكتر من 70 واحد. ومقصور عندهم ناس منه مع مقاتله حماس. ايوه ده 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 في الاخر ده اثناء القتال هو شغال دلوقتي. نعم. يعني الليله اللي فاتت دي كانت ليله سودا عليهم امبارح. هم حاجزين الاخبار بتاعه القتال دي خالص. ايوه. عشان وكل ده ترضيه للمجنون بتاعهم اللي بياخد القرارات العشوائيه اللي كلها صقر وغل ودي اللي هتضيعه وضيعه ودي اللي هتكمل عليه ده دلوقتي. ايوه. يعني اللي اتعمل في كل دمائير في جلانس اجرانات هيتعمل فيه هو، مش هيتعمل فيه هو وقيادته. تمام. طيب لا منطق ولا إيه؟ ولا ولا لا منطق ولا قانون هو ماشي عليه. طيب ده قناعاته هو. امريكا والغرب بيدعموه ليه لهذه الدرجه؟ لان هو اللي مسيطر على
بالاوضاع السياسيه عندهم والفكر الديني عندهم، هو مسيطر على الموضوع ده معاهم. لان هو بيقول لهم كل الكلام ده طلع لهم. طب انت بايدن اول ما طلع قال لك مش قتلوا الاطفال وذبحوهم؟ ايوه على طول هو وزع الكلام ده في الاول عليهم وخلص. ايوه عشان تعرفي ان هم براي عام قبل ما يعملوا اي قصه. غير في حرب 67 حرب 73 ما اتحكمت علشان ما عملتش التعبئه، فكان بينها وبين الرئيس الاركان اللي هو دبيل العازل اللي اتعزل بسبب الحرب، اتعزل بالقياده وحرم من المناصب المدنيه. كان خناقه بينه وبينها انها تعمل تعبئه جزئيه في سوريا. قلت لا ما اقدرش اعمل تعبئه جزئيه، لو عملت تعبئه جزئيه العالم حول انا اللي بهاجم وانا مش عايز اتقال عليها كده. لان انا هاجر الاطفال وبالتالي هات عليا ان انا بستعد للحرب وانا مش عايز كده. فهم بيحضروا الميديا العالميه وبتحضر مصر على عمليه السياسه الخارجي قبل ما يعمل اي حاجه. طبعا وبالتالي على ما تيجي تغيري يكون هو نفس مهمه الوعي. تمام تمام. طيب في تقديرك يا فندم الموقف النهارده بيتصاعد من بالليل، حضرتك بتقولي كانت ليله سودة عليهم. تطورات الموقف شايفها ازاي؟ هو اللي جاي ازاي؟ هيستمر برضه، لان هو دايما المجنون اللي بيشتغل من غير عقل هيفضل على نفس الخط بتاعه وهيتحمل خسائر ضخمه طول ما هو لسه ما حررش الرهائن. ويمكن قلت في اول تعالي ليا كان مع احمد موسى ثاني يوم على طول قلت له الرهائن هي هتبقى مفتاح القضيه. مفتاح قضيه التفاوض ولا مفتاح قضيه ايه؟ مفتاح القضيه بتاعت مفتاح المشكله الموجوده حاليا. تمام تمام. لان النهارده هم خدوا اول مره حماس تعمل خط رجعه وخدت اسرى معاها. ايوه. وبالتالي وزعت الاسرى في اماكن كثيره منتشره. معتمده على التحقيقات اللي تمت مع شاليط، فاكره شاليط؟ ايوه طبعا. شاليط ده لما هم خدوه حققوا معاه. ايوه. وقالوا له انت يعني ايه الظروف اللي كنت فيها والكلام ده؟ ايوه. فكان من ضمن اقواله وياهم ان انتوا كنتوا هتموتونا اكثر من مره. قالوا ازاي؟ قال لهم لان كنتوا بتوصلوا للمكان اللي انا فيه وبعدين تقعدوا يومين ثلاثه فلسطين بيسيبوني. ايوه. تقعدوا يومين ثلاثه اربعه وبعدين عبال ما تمشي انتوا فلسطين يقولوا تاني يبقى انا اخدت الساعه 7 8 ايام 10 ايام. نعم. ببقى مهدد بالموت من العطش والجوع. ايوه. فهم من هنا النقطه دي متحسسين جدا على مكان الاسرى فين، ما يروحوش الا ما يعرفوا مكانها فين بالظبط، وده اللي اخذ منه التوقيت، وده اللي بي 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 وده اللي بيديله فرصه في انه يضيع وقت او ياخد وقت اكتر في موضوع الهجوم البري والانفتاح اللي بيقولوا عليه ده. ايوه. طيب بمناسبه الهجوم البري وهرجع لحضرتك في التفاصيل، شايف انه هيحصل بعد الكوارث اللي هم بيرتكبوها والمجازر، شايف حضرتك انه هيحصل اجتياح بري كامل؟ هم كل شويه بيعلنوا بيأجلوا بيعلنوا بيأجلوا. ما انا قلت لحضرتك الاجتياح البري ده عمره ما هيحصل الا ما يعرف اماكن الاسرى فين. لان هو دلوقتي الهدف الاساسي عنده ايه؟ اللي هو كان اعلن هدفين، هدف اساسي قال تدمير حماس. ايوه. طب هو تدمير حماس ده ما فيش حد بيضيع حد من الوجود. لان حماس موجوده في اكثر من مكان. يعني حضرتك شايف انه فكره القضاء على حماس فكره غير منطقيه على ارض الواقع. ومش هيوصل لها. مش هيوصل لها. هيعدل يبقى الهدف الثاني له في العمليه انه يجيب الاسرى عشان يبقى له باء الوجه قدام شعبه انه عمل حاجه. ايوه. طب هيجيبهم ولا يموتهم؟ ايه بقى تقديرك ايه؟ يبقى هو لازم هياخد وقت طويل لغايه اما يشوف يقدر هيجيبه ولا ما يجيبهوش. ولما خد الدعم الامريكي بتاع الدلتا ومعاه والاجهزه ديت عشان يقدر يوصل للموضوعات ده، وطبعا حاملات الطائرات اللي موجوده دي فيها اعلى تقنيه تكنولوجيا حرب الكترونيه، وهي اللي بتجيب له الاتصالات اللي بين الناس تحت الارض. ايوه. لما بيروح على مكان يبقى هو خد الاوكي من تحديد الموقع بالظبط. نعم. فبالتالي هو عشان كده الحرب بالنسبه له طويله، واعتقد الرئيس السيسي كان عنده بعد نظر لما قال الحرب طويله مش قصيره. صحيح. وهو بعد كانت سنين وبعدها بثلاث ايام طلع وقال دي موضوع الحرب طويله هنا وهتبقى طويله. ايوه. هو يبقى انه عارف حجم المشاكل اللي مقابلاه، يا اما خسائر ضخمه جدا وفشل، يا اما خسائر كبيره وتجيب الرهائن. تمام. اعتقد ان هو هيشتغل على البند الثاني.
إيه بناء على متابعة حضرتك شايف معنويات الجيش الإسرائيلي إيه؟ تنخفض. بتنخفض. أيوه تنخفض. أيوة. لأنه خسائره كتير، ما هو مش متعود على كده. أيوه. وبعدين حجم الاحتياطي الاستدعاء الاحتياطي هيخرب بيته. النهارده هو بيخسر في اليوم مش أقل من ربع مليار دولار. بس هو مدعوم. بس ما هم مش سايبينه. بغض النظر احنا بنتكلم على الاقتصاد وشايل ايه؟ على اقتصاد تمام شايل تمام شايل ايه؟ هو بيعوضوا ايه؟ ما الناس كلها هناك العالم كله بيعوضوا مفيش مشاكل. بالظبط. لكن هو في حسابه بيخسر قد ايه؟ كلفه قد ايه؟ لان أيه. النهارده الاحتياطي المستدعى ده بياخد منه اجره، بياخد منه مرتب. ايوه. وبياخد مرتبه من عمله. ايوه. وما بينفقش فيه. يبقى الخساره ثلاثه. نعم. يبقى هنا عنده دايما خساره بالضعف ماشيه عليه، وده في الاخر هيخلي في مؤسسات اللي ما يجيلهاش دعم من بره هتقلب عليه، لان الناس كتير بتخسر. ايوه. النهارده ما تاخد موظفين بتشغلهم عندك وانا بدفع مرتباتهم وانا ما باخدش دعم من حد يعني هعترض وهقول انا مش مستحمل اكتر من كده. طيب وده هيقلب عليه الاحزاب وهيقلب عليه الناس عنده في داخل اسرائيل. في الداخل الاسرائيلي. طب حضرتك يا دكتور محمد قلت لي انه حاليا معنويات الجيش الاسرائيلي في الارض. على الجانب الاخر شايف المقاومه هتصمد لامتى؟ شوفي كل اللي عنده عقيده اصل هو بيدافع عن ارضه، وطول ما هو عارف ان لو هو يعني تراخى او تراجع ملوش خط رجعه. قداموش غير الاستشهاد، يا يحقق النصر. هو الشعار بتاعنا النصر او الشهاده، هو موجود عند المقاتل بتاع حماس النهارده. فبالتالي طول ما هو يعني بيدافع في اماكن مخفيه ومستوره وعايش هو يبقى اهلا وسهلا لغايه ما يواجه يا اما الشهاده يا اما النصر. ومن هنا هيبقى تمسك مقاتلي حماس بالمواقع بتاعتهم وشغلهم هيفضل للنهايه. واللي عنده صبر هيقعد اكتر هو اللي هينتصر. يعني اللي نفسه طويل هو اللي هينتصر. هو اللي هينتصر. ايوه ايوه. لغايه دلوقتي حضرتك ما تقدرش تبني على الاحداث راي. لا لان اصل البيانات اللي بتطلع حضرتك ما هيش بيانات دقيقه. وكل واحد بيوصل له معلومه ينفخ فيها. والوسائل الاتصال المباشر زمان الوسائل الاتصال الحديثه النهارده بترمي كل حاجه في الدنيا. نعم. ففي انا كنت فيها فيديو من امتى؟ امبارح بالليل الفجر. ايوه. فانا مش عارف مصدره منين. ايوه. تصور اللي هو جماعات منه ناس مضروبه. أيه. وبتخلف اسعاف بالليل. نعم نعم. يعني دي حاجات. لكن انا اقول لك كم واحد طب الفساد نسبة كام في المية؟ أنا ما أقدرش أحكم طبعا في الحاجات دي. تمام. طيب خليني أقول بقى إنه الأيديولوجية الإسرائيلية حضرتك قلتها والأيديولوجية المقاومة حضرتك قلتها فكرة الشو الإعلامي، مش عايز أقول شو، لكن الأخبار اللي بتطلع من الجانبين حضرتك شايف إنها غير مؤكدة. طبعا. شايف تبص مثلا المؤكد عندنا مين؟ الضغط الوحيد الواضح في العالم كله مصر. نعم. طيب بمناسبة مصر بقى يا دكتور محمد. فكرة محاولة طول الوقت نزوح الفلسطينيين للدخول من لسيناء وفكرة التوطين، على فكرة دي ما بقتش كان البعض بيتصور واحنا بنتكلم عن ده انها رواية مصرية. لا، هذا المخطط مخطط قائم ومعروف وبره بقوا بيتكلموا فيه علنا. معلش يا حضرتك انا هبقى مختلف شوية. اتفضل. لان انا دارس تاريخ اليهود شوية. اتفضل. النهاردة عشان ما فيش قرارات ما كنتش عامل حسابي على المداخلة عشان كنت وديت الخرايط. نعم. النهاردة لما بتشوف اصل الدولة اليهودية لما اتعملت فين؟ اتعملت في الضفة وغزة. هو الضفة والقدس. نعم. ليه؟ لأن الرب هم بيقولوا في سيدنا موسى الرب قال له اعبر النهر، يعني هتدخل من نهر الأردن. أيوه. وبالتالي لما يوشع بن نون دخل مكانه بعد ما مات دخل وقاتل واحتل الضفة. نعم. وسيدنا داوود توسع وعمل وسيدنا سليمان عملوا الدولة بتاعتهم وسموها يهوذا والسمرة. نعم. لغاية ما حصل تطور تاريخي وبتوخذ نصر عمل ومش عارف واتطردوا
مرتين، اجتاث الاول في بابل ثم عادوا ثم اجتاث الثاني في العالم كله سنه 1330 ميلاديه. بداوا يعودوا بعد 1800 سنه سنه 1882. نعم. منين؟ من البحر بالهجره الغير شرعيه. اوكي. بداوا ينزلوا على الشاطئ. لما بداوا ينزلوا على الشاطئ بداوا يعملوا مستعمرات بتاعتهم على الساحل. ايوه. وقعدوا يكبروا فيها لانهم ما كانش يقدروا يخشوا جوه. فكانت النتيجة لما عملت الاستقلال بعد الانتداب البريطاني وعملوا اعلنوا دولتهم والامم المتحدة اديتهم التقسيم. نعم. اديتهم الدولة بتاعتهم على الساحل. تمام. هو بيقول الحق التاريخي بتاعي في الضفة لانه عايز يعمل الارض بتاعته، عايز يعمل دولته من العريش للفرات. ايوه، من النيل للفرات. نعم. للعقيدة طبقا اللي قالوا الرب سيدنا ابراهيم. تمام. الارض دي ليك ونسلك من بعده كان في بير سبع من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. تمام. نهر مصر ما هوش النيل. ايوه. ما دام لم يذكر اسمه يبقى نهر غير دائم. هم حاطينه في الكات عندهم وادي العريش. ايوه. يبقى من وادي العريش لغايه الفرات. تمام. هو ده اللي حاطه في دماغه. النهارده هو هيعمل الكلام ده ازاي وهو مش قاعد في الضفه؟ يبقى هو فكره هنا هيبقى دايما التهجير اللي هيتم من الضفه مش من غزه. ليه؟ لان غزه ما هياش مملكه الملك داوود، مش موجوده، دي هو وحبس داوود الفلسطينيون في غزه. أيه. يعني ليس عندهم، عشان كده شارون ده قال لهم من طرف واحد. أيه. انا فكري انا كمحمد الكوباري دراستي بقول التهجير اللي جاي هيجي من الضفه، عشان كده رئيس السيسي لما طلع اتكلم قلت هذا الرجل عنده فكر استراتيجي راقي وقاري. فبيقول كنتوا انتوا بتفكروا في دي، لا ده انا بفكر في الابعد وبقول لكم مش هيجي. أيه. مشروع القرن مش هتنفذ عندي. ايوه. اللي هو مشروع قرن اساسه تقسيم الضفه بيننا وبين الاردن، بين مصر وبين الاردن. نعم. طيب. فهنا عندنا الرؤيه السياسيه القياده عندنا مصر واضحه. تمام. وكلامه صريح وقال وهو ده اللي اعلنه بوضوح يعني. تمام. طب سؤالي الاخير لحضرتك فندم، شكل، هرجع تاني للمعارك، شكل المعارك اللي بتحصل دلوقتي بتختلف في ما يتعلق مع الحوثيين او مع حزب الله على خط الازمه؟ لا، شوف الموضوع حزب الله ده يعني موضوع اشتباكات كده زي الاشتباكات بيننا في ايام حرب الاستنزاف على الهامش كده. وموضوع حزب الله عايز يقول انا ممكن اجي لك في الجنوب، لكن هو لا حس حاجه ولا اقدر اجي من الجنوب. مشوار بعيد والقبه الحديديه تجيبه لانه ما يقدرش يطلق الصواريخ، يعني لما كان بيضرب على السعوديه كان بيضرب صاروخ او اثنين او طياره مسيره او اثنين. ايوه. هنا القبه الحديديه بتشيل لغايه 70 هدف في وقت واحد. ما يقدرش. ما يقدرش. ما يقدرش عليه. لان حماس لما بتضرب على القبه على ما بتضربش صاروخ ولا اثنين، بتضرب 20 30 40 عشان يقدر يهرب من القبه الحديديه ثلاث اربع صواريخ يعملوا التاثير اللي هم عايزينه. نعم. وانت عارف اول تحضير في العمليه ضرب 5000 صاروخ. ايوه. فكانت النتيجة عامة القبة الحديدية عمالها تماما. وبالتالي حضرتك شايف ان المقاومة كحماس اقوى من حزب الله واقوى من الحوثيين. طبعا وضع طبيعي، وضع طبيعي. تمام. وانا فندم انا في 2006 2007 كان بيحبس الحوثيين كاتبتين مشاة، يعني 1500 على عسكري كانوا حاطينهم في جهات صعبة. نعم. ده هم بس لو كبروا لما علي محسن انقسم ودعمهم بنص الجيش اللي كان معاه. تمام. لكن خلاف كده هم ما حيسموش قوه ولا حيسموش اي حاجه. تمام. بشكرك فندم، بشكرك للتوضيح والتحليل دكتور محمد الغباري، بشكرك شكرا جزيلا فندم. طيب خلينا نرجع لدخول المساعدات، بنتكلم في ايضا استقبال كما اعلنت وزاره الصحه النهارده استقبال اول مجموعه من الاشقاء الفلسطينيين المصابين من احداث غزه. برحب بدكتور حسام عبد الغفار. دكتور حسام مساء الخير يا فندم. الو دكتور حسام. طيب نحاول تاني مع دكتور حسام، لكن خلينا نطلع فاصل لغاية ما نرجع بيه دكتور حسام عبد الغفار علشان نقول حضراتكم أحدث الأخبار وأهم الأخبار في هذا الملف، ونعود ونتواصل مع حضراتكم. برحب بيا حضراتكم مجددا، وفي وسط الاحداث زي ما قلت لحضراتكم مصر بتقوم بدور كبير جدا على مستوى كمان المسار او الجانب الانساني، ادخال مساعدات، اجلاء مزدوجي
الجنسية عن معبر رفح. خليني أعرف تفاصيل وأرحب بالأستاذ أشرف أبو الهول. أستاذ أشرف مساء الخير. ألو. ألو أستاذ أشرف مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ عزة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ أشرف. شايف أنه إجلاء مزدوج الجنسية عن معبر رفح وشايف دخول مساعدات وشايف الجانب الإنساني اللي بتقوم به مصر، شايف هذا التحرك إزاي؟ يعني أولا هو تحرك يعني إنساني، جزء من مسؤوليات مصر وجزء من واجباتها، الواجبات والمسؤوليات اللي احنا يعني وضعناها على عاتقنا لاهتمامنا بالشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. واحنا يعني يمكن النهاردة فقط تم إجلاء عدد من الجرحى، مجموعة أولى من الجرحى 76 جريحا، وده أهم يعني من وجهة نظري من خروج مزدوج الجنسية، لأن هؤلاء يحتاجوا رعاية عاجلة. هذه الرعاية لن يجدوها في غزة. وأيضا هناك مكسب آخر اليوم هو زيادة كميات المواد الإنسانية اللي دخلت القطاع ده، كنا بنضغط من أجله منذ فترة طويلة من أجل يعني تخفيف عن الشعب الفلسطيني تلبية الاحتياجات. معظم المستشفيات الفلسطينية خرجت من الخدمة، المواد الطبية والأجهزة كل شيء يعني شبه نفذ، وبالتالي هذا التطور جيد جدا. اليوم الدخول الكميات الكبيرة، اليوم خروج الدفعة الأولى من الحالات الحرجة المصابة، ويأتي بعد ذلك قصة خروج مزدوج الجنسية. ويعني نتمنى انه يفضل الضغط. شايفها ازاي؟ عايزين نوضحها للناس، فكرة ايضا اجلاء مزدوج الجنسية من عن طريق معبر رفح. هو اجلاء مزدوج الجنسية البعض كان يريد اخراجهم منذ اليوم الاول، يعني حتى تتفرغ اسرائيل لتصفية الفلسطينيين. لكن مصر أصرت أنه لازم يكون في مقابل، وأن الدول اللي لها مواطنين داخل غزة أو مواطنين بجنسيات مزدوجة يضغطوا كمان على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة. معلش أستاذ أشرف هقطعك وحتنتظر معانا بعد إذنك، لأن أنا لازم أطلع فاصل عشان الأذان، ده فاصل إجباري. خليك معانا على التليفون وحنعود بعد الفاصل نكمل مع حضرتك الحديث. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي على التليفون استاذ اشرف ابو الهول. استاذ اشرف برحب بحضرتك مجددا. كنا بنتكلم على فكره خروج مزدوجي الجنسيه. عايز اقول لحضرتك انه روسيا اليوم بتقول خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجه من غزه لمصر عبر معبر رفح. نعم، هو خرج اليوم حوالي يعني مش ال 500 بالكامل، حوالي 335 دفعة أولى خرجوا اليوم. والمعبر أظن هيظل مفتوح إلى حين خروج المجموعة المتبقية، لأنه في بعضهم بالتأكيد في أماكن لسه ما عرفش يخرج النهاردة. لكن يعني ورقة خروج المزدوج الجنسية أو الأجانب بجنسية كاملة، يعني ما ليس لهم جنسية أخرى، يعني مثلا في روسيات أخرى وأوكرانيات وبعض البلدان الأخرى متزوجين من فلسطينيين معهمش جنسية فلسطينية، دول يعني كان بلدانهم منذ البداية تريد إخراجهم من الأيام الأولى، وخاصة برضك أصحاب الجنسية الأمريكية الفلسطينية. لكن مصر قالت لابد أن تشاركوا في الضغط على إسرائيل أنه خروج هؤلاء يصحبوا دخول مساعدات، يصحبوا خروج المصابين الفلسطينيين. وده ما تحقق أخيرا اليوم مع خروج مزدوج الجنسية. خرج 76 جريح أصحاب الحالات الحرجة اللي محتاجين يعني علاج ويعني بشكل أكثر تعقيدا وإمكانيات أكثر، ودول اللي جم مصر النهاردة. وإن شاء الله خلال الأيام الجاية يبقى في مجموعة تانية برضك. أيضا يعني اليوم دخل كما قلت كمية أكبر من المساعدات، 51 شاحنة. مصر بتضغط لزيادة الشاحنات اللي بتحمل تتنوع المكونات الشاحنات
الغذاء والماء والدواء بشكل أساسي، والوقود مطلوب لأقصى درجة للمستشفيات والوحدات الطبية وسيارات الإسعاف. طيب أستاذ أشرف، شايف إيه أوراق أخرى؟ يعني دلوقتي في اتصالات مكثفة ما بين الجميع، سواء بشكل واضح أو زي ما بنقول كده من تحت الترابيزة. شايف حلحلة هذه الأزمة ممكن تحصل إزاي؟ الحلحلة فقط. يعني الحلحلة لازم يكون في بادرة من داخل غزة. ويعني إذا كانت من داخل غزة تقصد من هنا داخل غزة من حماس. نعم، لأنه إذا كانت الأزمة بدأت في عملية 7 أكتوبر، وإنه كان وسط الأسرى الإسرائيليين كان في مجموعة من الأجانب والعجائز والأطفال، فيعني مطلوب إنه بادرة موجهة للعالم أكثر ما هي موجهة لإسرائيل، بإخراج مجموعة مدنيين، بإخراج كبار السن وإخراج الأطفال. يعني المعلومات بتقول إنه من الأسرى، المعلومات بتقول إنه في أكثر من 30 طفل وفي أكثر من 30 من كبار السن. واحنا شفنا النموذج، السيدتين اللي نجحت مصر في اقناع حماس باخراجهم، واحده كان عندها 85 سنه والثانيه 80 سنه، وكانوا من اللي نجوا من الهولوكوست، وبالتالي يعني دي كانت اوراق اسرائيل بتستغلها. خلينا نسحب من اسرائيل الاوراق اللي بتستغلها. ونخرج اكبر عدد من المدنيين، ويبقى في ضغط المحتجزين أكثر. المحتجزين، ويبقى في ضغط اكتر في مجلس الامن، وفي ضغط اكبر في الامم المتحده، وفي قرار يبقى ملزم لاسرائيل لوقف اطلاق النار. حتى الان اسرائيل ترفض، الولايات المتحده ترفض، الولايات المتحده بتقول انه اسرائيل يعني بتدافع عن نفسها، وانه اللي بدا هذا الهجوم اللي بتصفه امريكا بانه ارهابي هو حماس، وبتصنف حماس نفسها. هل البادرة اللي حضرتك بتقترحها هيغير راي العالم في مساله وقف الاقتتال؟ بصي، هو يعني على الاقل عايزين نبدا بهدنه انسانيه، ولتكن يوم يومين ثلاثه. الناس بتحتاج الى انها تشم نفسها، انها تبدا تتحرك، تبدا تقيم وضعها. في ناس ما تعرفش اين ابنائها ومصير ابنائها ومصير عائلتها، لانه يعني في بدايه هذا العدوان بعض الاسر وزعت اولادها. يعني انا ليا اصدقاء في غزه، اما بسالهم على اولادهم يقول لي واحد ودته في الحته الفلانيه، واحد ودته في الحته الفلانيه، علشان لو لا قدر الله البيت يعني ما يبقوش كلهم راحوا. الناس دي بعدهم في ظل القطع للكهرباء وفي ظل عمليه التشريد المتكرر، يتحركوا من الشمال للوسط ومن الوسط للجنوب ومن الجنوب للشرق ومن الشرق للغرب. محتاجه تشم نفسها، محتاجه تشوف اولادها. من الناس محتاجه تقيم الوضع. شايف انه البادره من جانب حماس، لانها هي التي بدات في 7 اكتوبر، هكذا انا فهمت من حضرتك، عشان كده هي اللي بادر بحلحلة المساله. شايف انه ده هيكون في مصلحه المدنيين؟ بالتاكيد ده في مصلحه المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير، واعتقد انه حتى الساعات القليله الماضيه ترددت انباء عن انه حماس ستفرج عن مجموعه من الأسرى المدنيين. وأتمنى تنفيذ هذا بشكل سريع جدا. لأنه من يدفع ثمن هذا العدوان هو المدنيين. المقاومين قاموا بالعملية ولجأوا للأنفاق ولجأوا للمسابق، لكن يعني الذي يدفع الثمن هو المدنيين. خليني أقول لك أنه يعني بعض البيوت اللي بتقصفها إسرائيل للأسف الشديد، احنا بنقول قصف عشوائي، لكن هو أسوأ من العشوائي. هو بيعرفوا انه في بيت ما كان ساكن فيه احد المقاومين، او احد اللي شاركوا في عملية 7 أكتوبر، فبيقصف البيت على من فيه. امبارح مذبحة جباليا حصلت في بلوك سكني مكون من 6 عمارات،
لانه فقط جالهم معلومات انه احد القاده اللي شاركوا في العمليه ساكن في احد الشقق في هذه العمارات. احد القاده من حماس، احد قاده، فخلصوا على السته كلهم، فخلصوا على المربع كله، خلصوا يعني الكلام انه في ما يقرب من 500 شهيد ومصاب لحد دلوقتي. لم يتم الوصول الى معظم المتواجدين تحت الأنقاض. النهاردة عملوا نفس الشيء في حي الفلوجة برضك في جباليا، بيأكدوا أن منطقة جباليا يعني تحت المنطقة بالكامل في مدينة أنفاق، ومدينة الأنفاق دي بيخرج منهم المقاومين في اتجاه القوات المحتلة اللي داخلة من بيت حنون وبيت لاهية، وبيهاجموا، وبالتالي بيحاولوا يزيلوا المنطقة من الوجود للوصول إلى عدة مقاومين. بشكرك أستاذ أشرف. شكراً. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. من بعد يوم 7 بداية طوفان الأقصى، في حملات شعبية ظهرت بفكرة المقاطعة، وبتنقسم يعني إن أجاز لي التعبير، فكرة انقسام حول المقاطعة، في ناس مع وفي ناس مش شايفة إن دي مفيدة. البعض بيرى إن المقاطعة جابت نتيجة بالفعل، وشركات كتيرة سواء شركات دي إسرائيلية بنسبة كبيرة أو شركات لدول بتدعم إسرائيل في القضاء على الشعب الفلسطيني وما يحدث الآن. وجهة نظر تانية بتقول لا، المقاطعة مش هتأثر قوي بره أو عند إسرائيل بقدر ما هتأثر هنا على الناس اللي بتشتغل في الشركات دي. يعني بالبلدي كده زي ما بنقول ممكن يبقى فيها خراب بيوت، لأنه ده هيأثر على مش فكرة الاقتصاد لكن فكرة الناس اللي فاتحة بيوتها وهي بتشتغل في هذه الشركات. أنا حاسة إن الموضوع كده إيه، عند الناس في لبس، فإحنا محتاجين نوضح هذا اللبس مبدئيا على فكرة المقاطعة، ثانيا هو أنا ممكن أقاطع إيه، وإيه اللي أنا دخلته كده في الهيصة فعمل مشكلة عند الناس. خليني أرحب على التليفون بدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد. دكتور أحمد مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء النور. أهلا بحضرتك. فهمنا بقى ومعاك المداخلة، علشان هل في لبس ولا الأمور واضحة في فكرة المقاطعة؟ لا، هو في لبس، لدى كثير من الناس بنفرق ما بين الأثر الفعلي والأثر الرمزي لهذه المقاطعة. أولا الشركات اللي احنا بنتكلم عليها واللي بينزل على وسائل التواصل الاجتماعي انها داعمة لإسرائيل، في فرق بين نوع الشركات دي. في شركات أصلا من الأول بتحول جزء من أرباحها أو مبيعاتها أو إيراداتها لإسرائيل، وده ممتد طول الوقت، ما هوش مرتبط بالأزمة اللي احنا فيها. تمام. وفي شركات كنوع من التضامن مع إسرائيل حطت العلم، قررت انها تبرع بجزء، فده لبس وضع يعني، بمعنى ان في شركات وفي شركات يا دكتور أحمد أعلنت بشكل واضح باسم الشركة احنا بندعم إسرائيل في حربها على غزة. بالضبط. هذا النوع من الدعم نيجي بقى لأصل الموضوع. يلا. الشركات دي شركات متعددة الجنسيات. والشركات متعددة الجنسيات دي اللي مالك فيها قد يكون واحد مصري، قد يكون واحد عربي، لأن هي موجودة في البورصة العالمية، في أسواق المال العالمية. طيب، هل المقاطعة اللي احنا بنعملها دي هي هل هتؤثر على ربحية هذه الشركات في الأجل القصير؟ الإجابة بالقطع لا. المقاطعة مش هتأثر. مش هتأثر، لأن احنا بنتكلم نقطة صح، هذه الشركات ليها فروع في جميع أنحاء العالم. هذه الشركات بتحقق أرباح طائلة، بعض هذه الشركات الموازنة بتاعتها تتعدى حجم الناتج الإجمالي بتاع عدة دول عربية مع بعض. وبالتالي المقاطعة من أسواق عربية لوحدها، وهو سوق من الأسواق لديها، طبعا أكبر سوق هو السوق المصري لأن حجم المواطنين
فيه كبير، لكن بقية الدول لو قطعت لا تؤثر بشكل كبير على هذه كيان هذه الشركة. والناس تخلي بالها ان بدا على التواصل الاجتماعي مش عارف شركه كذا خسر كذا، هذه ارقام ادعاءات وليست بالضروره ان تكون حقيقه. فمن الناحيه الاقتصاديه المقاطعه دي لن تؤثر بشكل جدي على هذه الشركات في الاجل القصير. لو امتد الامر في الاجل المتوسط والاجل الطويل فقد تفكر هذه الشركات، وأشك أنها تفكر هذا التفكير، أنها تسحب استثمارات. أنا إيه اللي أعني السوق بيخسر؟ ولكن ده برضو لا، وضح لي دي تسحب استثماراتها فين؟ من الدول العربية. الدول العربية اللي أعلنت المقاطعة. لا، مش ردا على المقاطعة، ولكن ردا أنا ما بكسبش ما بيبيعش بالظبط، ما بيبيعش، ولكن ده صعب هو يحدث أيضا. فإيه اللي هيحدث في الأجل القصير من هذه المقاطعة؟ ستتأثر إيرادات هذه الشركة بقدر من الخسارة التي ليس بالضرورة أن تكون مؤثرة على أرباح. يعني هذه الشركات ما تتعرض، لو تكلمنا على شركات مشروبات على سبيل المثال، ما تتعرض في رمضان أن الناس ما تشربش هذه المشروبات، فهي متعودة على نوعية دورات الأعمال اللي بتتعرض إليها. تمام. ومتعودة أن احنا داخلين على شتاء فالطلب عليها. صحيح. فالمسألة up and down أصلا، هي عاملة ده في حسابات. المسألة رمزية. رمزية بمعنى أن بتكون إدارة هذه الشركات في منطقة الدول العربية أو في مصر بتبلغ الإدارة المركزية في أي دولة ما إن إحنا المبيعات ناقصة، هي نوع رمزي من التعامل إن هذا السوق رافض لدعمكم لهذه الدولة اللي هو الكيان الصهيوني المحتل. نعم. ولكن ليس هناك أثر اقتصادي ملموس. هل الناس بتقول بقى، في ناس بتقول طب إحنا كده بنأثر على إخواننا وجيراننا اللي بيشتغلوا في هذه الشركات في مصر؟ مش بالضرورة بالحجم القوي، يعني لن تقوم هذه الشركات بتسريح العمالة، ده لن يحدث، ولكن قد تؤثر على ما يسمى سلسلة الإمداد، بمعنى أن لو شركة من الشركات دي بتقدم أغذية وحجم الطلب قل عليها، فهي بالتالي الموردين من الخضار والفاكهة اللي هي بتاخدهم هيقل. ولكن تاني الأثر في الأجل القصير ما هواش مؤثر بدرجة كبيرة تؤثر على كيانات هذه الشركات، ولكنها بترسل إليها رسالة سياسية إن هذا السوق رافض لدعمكم لهذا الكيان. يبقى خليني أقول إن أنا فهمت من حضرتك إنه مش عايز أقول هوجة، لكن حماس اللي واخد الناس مع فكرة المقاطعة ده مش هيجيب نتيجة سلبية على الشركات ولا على إسرائيل، ولا هيجيب نتيجة سلبية ولا هيجيب نتيجة إيجابية. يعني مش هيحدث إن الضغط ده هو هيخلوهم يبطلوا يقولوا خلاص مش هندعم إسرائيل، ولا هيؤثر على كيانهم الاقتصادي والمالي بأي شكل من الأشكال. طيب ده يبقى العقل يقول إيه؟ العقل يقول إنه إحنا عملنا المقاطعة أو نعمل المقاطعة الرمزية، ولا طالما حضرتك شايف إنه فكرة المقاطعة لو استمرت مش هتأثر على العمالة ولا على بيوت تتخرب زي ما بيتقال على السوشيال ميديا، ومفيش حاجة هتتأثر، ولا حد هيقفل ولا حد هيسرح عمال؟ مفيش حد هيقفل ولا حد هيسرح عمال. ولكن المقاطعة قد تكون تاني تعبير عن الرأي مسموح به، وتنفيذ عن الغضب اللي مليان طبعاً. وبالتالي نسيب الناس تقول اللي هي عايزاه. الإجراء الوحيد الذي قد يؤثر سلبا علينا حينما تقوم الحكومات وليس الأفراد وليس المجتمع باتخاذ قرار، ده يبقى بيخالف مجموعة من القواعد الدولية والاتفاقيات الدولية. وبالتالي الضغط الشعبي اللي موجود في المنطقة العربية كلها وفي مناطق أخرى هو شيء إيجابي ورمز سياسي ورمز تعبيري عن غضب الشعوب، ولكن تأثيره الاقتصادي نقدر نقول انه هو ضعيف جدا. وانا عايز اقول برضو للسادة المشاهدين ان كثير من الـ 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 البراندات او العلامات المصرية هي بتستورد جزء من هذه الدول الداعمة. يعني لو انا بتكلم على ملبس مصري او منتج غذائي مصري، هو ممكن يكون بيستورد
حاجات التغليف من أمريكا من أوروبا، وده شيء طبيعي. فنحن ما قطعناش الناس دول ومش هنقدر نقطعهم، وبالتالي هو المسمى دي شركة دولية أو شركة تابعة دولة بتدعم هذا الكيان، تاني هو تعبير سياسي ورمزي عن الرفض، ولكن ليس له أثر اقتصادي واضح وملموس على الشركات أو على الدولة. شكرك للتوضيح دكتور أحمد غنيم، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع فاصل وعود وتواصل مع حضرتك. برحب بحضراتكم مجددا، واخر نداء بوجهه للدكتور حسام عبد الغفار من اول الحلقه، بند عليك يا دكتور حسام. الو اخير استاذ عزه، تحياتي لحضرتك. من اول الحلقه بند عليك يا دكتور حسام، معلش واضح انه في مشكله في التواصل مع حضرتك، برحب بيك وعايزه اطمن من حضرتك على المصابين من الاشقاء الفلسطينيين اللي وصلوا لرفح، طمنا عليهم، قول لنا العدد ايه، الحاله عامله ازاي، مستشفيات ايه، اتفضل. يعني احنا بناء على التكليفات الرئاسيه الخاصه بتقديم الدعم الصحي لاشقائنا في قطاع غزه، النهارده المعبر تمكننا من استقبال يعني مجموعات من المصابين، بالاضافه الى مجموعات من العابرين من اصحاب الجنسيات الأجنبية. الانتقال بيتم من خلال سيارات الإسعاف، تقريبا عندنا في المعبر وجنب المعبر ما يقرب من 40 سيارة إسعاف. اللي كان مخطط وصوله بناء على القائمة التي أرسلتها وزارة الصحة الفلسطينية 81 مصاب. حتى هذه اللحظة احنا بنتحدث عن وصول ما يقرب من 46 مصاب، تم نقلهم لمستشفيات شمال سيناء، بير العبد، العريش العام. الحقيقه يعني طبعا وضعهم الصحي وضع فيه اثار حرب، يعني اصابات اصابات فظيعه يا دكتور حسام. قول لي وخصوصا ان هم برضه بيبعتوا الحالات التي يصعب علاجها في مستشفيات القطاع، وبالتالي تحتاج الى امكانيات اكبر. لكن الحقيقه ان القواطن الطبيه بتتعامل مع المصابين بمنتهى المهاره والحرفيه، وبمجرد ما بيصلوا الى المعبر بيتم تقديم الخدمه الصحيه لهم، لان احنا عندنا فرق طبية موجودة في المعبر بخلاف الفرق الطبية اللي موجودة في المستشفيات. طيب 81 أخبروكوا بيهم وزارة الصحة الفلسطينية، معنى كده اللي أنا أفهمه أنه هذا هو العدد اللي حالته من المصابين صعبة جدا ما لهمش علاج داخل القطاع، يبقى معنى كده أنه هو ده العدد بس 81. قد يكون ده العدد الاكثر احتياجا، ما هو الامور الحقيقه تعتمد على السماح من الجانبين. يعني احنا فاتحين المعبر منذ بدايه الازمه، لكن هناك تعنت من الجانب الاخر في ادخال سواء المساعدات زي ما العالم شايف او في نقل المصابين. وبالتالي ده قد يكون هذا هو اشد الحالات التي امكن ادخالهم في الوضع 4. طيب في اطفال فيهم دكتور حسام؟ في قول لي في اطفال، احنا بنتحدث عن اطفال مصابين، وبنتحدث على اعمار سنيه 9 و10 سنين. يعني خلينا عشان نبقى برضو اكثر دقا، يمكن بعد ما ينتهي تماما النهارده ممكن يبقى ارقامنا اكثر دقا. زي ما بقول لحضرتك كده، احنا بتاتي الخبر سيارات الاسعاف بتتحرك الى الجانب الاخر من المعمر بتنقل اللي بيصلنا، بيتم التعامل معاه من اول ما بيركب سياره الاسعاف المصريه. اول ما يعتبر في الاراضي بيتم التعامل مع المريض بمجرد ما يركب الاسعاف. الارض المصريه بدات من سياره الاسعاف المصريه اللي مجهزه باعلى التجهيزات الحقيقه، وفي نفس الوقت بمستوى عالي جدا من الكفاءه. واللي جاهزية مستشفياتنا احنا
هناك ايه يعني جاهزيه مستشفى العريش، يعني جاهزيه انا عارفه ان انتوا بتشتغلوا على قدم وساق زي ما بنقول، بس جاهزيه مستشفيات القريبه من المعبر على درجه كفاءه عاليه في كل التخصصات؟ احنا عندنا خطه تم وضعها منذ بدايه الازمه. الخطه دي هي خطه متعدده المراحل والسيناريوهات. فالنهارده البدايه هي بمستشفيات شمال سيناء اللي فيها كل التخصصات التي من الممكن ان تتوقع نتيجه لنوعيه الاضرار الصحيه اللي حاسه في القطاع. نتكلم على جراحات المخ والاعصاب، نتكلم على جراحات العظام، جراحات الاوعيه الدمويه، الجراحات العامه، جراحات التجميل، جراحات القلب والصدر، التخصصات دي. وقريت ان في تطعيمات كمان حضراتكم قدمتوها. في العابرين من اصحاب الجنسيات الاجنبيه اللي الاطفال اعتقد الرقم يقترب من 65 بيتم التعاون معهم من خلال الزملاء في الحجر الصحي وقطاع الطب الوقائي بالكشف عليهم ثم اعطائهم التطعيمات الخاصه بشلل الاطفال و الغده المكافيه والحصوه عشان نطمئن على وضعهم الصحي. خلينا في حال الاحتياج عندنا مستشفيات في محافظات القريبه من الزمام الجغرافي في شمال سيناء زي الاسماعيليه والكويت وبورسعيد وحتى نصل الى مستشفيات القاهره الكبرى. فالحقيقه الامور تسير وفق والجاهزيه. تمام تمام. بيتابعها الدكتور خالد الغفار وزير الصحه طبعا على مدار الساعة الحية. بشكرك دكتور حسام عبد الغفار، بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم، أشوفكم السبت على خير، مع تحياتي عز مصطفى وإلى اللقاء.